الفكره بمجوهرات امار هي بتحكي عن لاب جرون دايموند اللي هو الالماس الصناعي، خلينا نقول او المخبري، اللي هو نفس مواصفات الالماس الطبيعي وبياخذ شهادات اتش ار دي وبياخذ نفس النظافه نفس اللون نفس الشيء. عم نتعامل هلا بالسوق لاني اسعاره تكون اكيد ارخص من الالماس الطبيعي، والاقبال كان كتير منيح في معرض ابو ظبي الحمد لله. بالنسبه للفئه المستهدفه للزباين هي كل زباين الالماس اللي هن حابين ياخذوا فكره جديده عن المستقبل. هلا هذا الشيء النازل هو هذا المنتج صار له بامريكا اكثر من 15 سنه، هلا جديد دخل على الميدل ايست وان شاء الله موفقين فيه. شاركين في معرض أبو ظبي للساعات والمجوهرات بدورته 30، طبعاً نعتبر أكبر جناح مشارك، حجم مشاهم البوث عندنا تتجاوز تقريباً 800 متر، مشاركين بالذهب العربي والألماس والساعات، عندنا كوليكشن خاصة طبعاً لحق معرض أبو ظبي، أبرزها كانت كوليكشن من تصميم المصممة الإماراتية، تم إنتاجها بالتعاون مع المصممة الإماراتية شمة الحلامي، اللي أطلقنا عليها اسم سيتمي مهراجة، مكونة من 4 قطع، عقد وحلق خاتم وسوارة. استغرق تصميمها سنة وشهرين تقريبا، بتضم 600 جرام ذهب، 120 قيراط ألماس و500 قيراط من أندر أنواع الأحجار الروبي والزفاير والإميرالد. نحن خلال المعارض وبالذات معرض أبو ظبي نشارك فيه أول مرة، طبعا نطرح خلال المعرض هذا مجموعات جديدة. هي معانا اليوم بفضل الله رب العالمين حوالي 7 مجموعات جديدة نطلقها لأول مرة في محلاتنا الآن من خلال معرض أبو ظبي للمجوهرات. طبعا المجموعات هذه مختلفة، مجموعات متنوعة ما بين ذهب وألماس، ما بين مجوهرات ذهبية، أيضا تصاميم محلية مطورة على شكل أحدث، على شكل يناسب الأعمار والميزانيات أيضا، لكن على الوجه على الشكل الطبيعي الأساسي أو الخطوط الخارجية الأساسية للمجموعة نحن طورناها بشكل متطور أكثر. I'm the designer of Marina B. Marina B is an Italian brand created by Marina Bulgari in 78. And we are here so excited to be at the JWS show where we are presenting some new design chokers. Chokers is the most fashionable kind of necklace right now. And we are really specialized for it. We'll be very honored to welcome you and to show them to you. مشاركتنا بالمعرض أبو ظبي هذا هي المشاركة لكل سنة عملنا المعرض. احنا يعني كل سنة كنا مع المعرض، سنة معنا حوالي 17 شركة مشاركة تحت جناح مجوهرات المسعود، من إيطاليا، من لبنان، في من هونغ كونغ، في من الصين، في من الهند طبعا شركات، في شركات من إيطاليا، من ألمانيا، من أمريكا. طبعا احنا اليوم عندنا التنوع الكبير مشان يكون عندنا كمان تنوع في المجوهرات، في النوعيات وفي الأشكال وفي الموديلات وفي الألوان، عشان نلحق الموضة شو مناسب للست الخليجية والست في أبو ظبي بالذات. فنحن بنحاول نلائم بين الذوق المحلي والذوق العالمي، طبعا هذا بيساعد على تطوير الذوق وتطوير الصناعة.